مروة حبيبتي تقول عجزت أعترف بنجاحي، كل شيء أسويه أحسه عادي، كيف أصل لهذا الشعور؟ شوفي، هل هو إنه أنت تحكمين إنه عادي؟ It's okay. Okay. ماشي، ما في مشكلة. لكن إنه أنت تقدرين الشيء اللي يحتاج إلى تقدير. يعني خلينا أقول لك على سبيل المثال، أنا بالنسبة لي الكتاب ما هو شيء يعني قصة عظيمة، بس ما رح أقدمه بلاش. أنا أقيم هذا العمل، بس ما يعني بالنسبة لي إنه هو قصة نجاح خطيرة. لا، أقيم هذا العمل، أقدر هذا العمل، أعتبر أن هذا العمل رح يساعد ناس كثير، رح يوصل ناس كثير، رح يغير ناس كثير، لكن بالنسبة لي ما هو قصة نجاح. ذلك مهم أنك تكون عندك هذه العقلية وتميزين، خصوصا في موضوع الاحتمال الأفضل، أنه مرات تطلع منك أشياء تحسينها عادية لكن توصل لمكان لأنها جاية من المصدر أنها يكون أثرها كثير كبير وكثير له معنى. وأنتي مرات تحتاجين أنك أنتي تعملين شوية مقارنة، تطلعين من الدائرة اللي أنتي فيها وتعملين شوية مقارنة، أو تجيبين شخص صادق يساعدك في الحكم على أعمالك. شخص صادق يساعدك في الحكم على أعمالك، وإضافة لأنه صادق أنه مشاعره نظيفة، مشاعره نظيفة، لأنه ما تبغين أحد يجي يجاملك، ولا تبغين أحد يجي ينفخ فيك ويسوي كذا زي الطاووس ويضحك عليك، ولا تبغين أحد يقلل منك ويقلل من قدرك، تبغين أحد يوريك الصورة بطريقة صحيحة. وهذا موجود، موجود أنه بعض الأحيان الناس لا تستطيع الحكم على نفسها، لا تستطيع الحكم على إنتاجها، يحس صعب جدا، خصوصا المبدع صعب جدا أنه يحكم أو يقيم إنتاجه. لكن في هاللحظة لازم في أحد هو اللي يقيم هذا الإنتاج، يكون عنده يعني حصافة كافية ويكون عنده مشاعر نظيفة. صديقتي تقول ليش الناس بس تشوف النجاح بالبزنس والدراسة بينما النجاح بالعلاقات وبالتربية وشغل البيت والطبخ؟ صح، أجري، أأيدك فعلا. يعني غالبا مثلا لو مثلا شفنا بيت نقول أوه واو هذا الرجل بزنس أعمال يعني ناجح، بزنس مان ناجح، بس ما يشوفون زوجة يقول أوه واو هذه أم ناجحة، هذه برضو أم ناجحة، يعني شايلة البيت، يعني مغطي يعني مكان كثير مهم. وهذه طبيعة التمدن اللي إحنا نعيشها، إنه صار ذوق الثقافة العامة يرتبط بالخارج أكثر من الداخل. ما يشوفون إنه هذا الشخص نجح لأنه هو تغلب على التعلق اللي كان متورط فيه، هذا الشخص نجح لأنه هو كان يتيم وقدر يكون قوي، هذا الشخص نجح لأنه هو عنده تحرش من الطفولة وقدر يتجاوز هذا التحرش، هذا الشخص كان عنده مثلا اضطراب في الشخصية وقدر يتصالح مع القصة اللي هو يعيشها. كل هالأشياء لا تقدر، لا تقدر، لكن تقدر الأشياء اللي مرتبطة بالمال وبالثراء وبال يعني طبيعة التمدن وصلتنا لهذه القصة، والماديات والاهتمام بالماديات، انه الاشياء اللي جوا هذه ما هي مهمة، ما لها قيمة، الاشياء اللي برا اللي مرتبطة بالمادة اكثر صارت هي اللي تقيم بشكل اكثر كقصة نجاح. بس في النهاية قلت لك عشان انت ما تنغر لابد انت اللي تحكم، لانك انت تعرف الداخل والخارج. مريم حبيبتي تقول أشعر بالسذاجة وقلة القيمة عندما أفشل ولا أستطيع فعل شيء صح، أشعر أني أضع أغلب قيمة الذاتية في نجاحاتي، كيف أفكك الموضوع أكثر؟ أول شيء أبغى أقول لك لا تزعلين أنه أنت زعلانة من نفسك، يعني لما يصير موقف تفشلين فيه عادي تقولين أوه واو والله يا السذاجة والله، يعني مثلا مرات أتذكر شخصيتي في عمر من الأعمار ولا في هوية من الهوية الفلسفة أقول والله يا السذاجة والله يا الغباء والله، يعني شلون كده شيء مضحك، أضحك على هذيك الشخصية وهذيك النسخة وهذيك الأفكار وهذيك الاستراتيجية سويتها، وهكذا تطورت كل مرة بتضحك على نفسك. بس it's okay. It's okay. الحمد لله أنه أنت يعني قادر تحكم على أيضا تلك القصة أو تلك الشخصية، لكن لا يعني أنه أنت تحتقر نفسك، لا يعني أنت تهين نفسك، لا يعني أنه أنت
تطالب نفسك بقصة الكمال، لا يعني لا أنه أنا أفشل وأنجح مثلي مثل كل الناس، عندي قصص يعني فاشلة وعندي قصص ناجحة، عندي قصص المفروض أنها يعني تنحط في سلة المهملات، وعندي قصص المفروض أنها يعني تعلق كذا وسط البيت وتبروز بالذهب يعني. فمهم أنك أنت تقيم التجربة، تقدر التجربة، وتقدر الفشل كما تقدر النجاح. الفشل مهم، الفشل هو جزء من النجاح أصلا. تكلمت عن ثورة الفشل، كيف قيمة الفشل العظيمة في حياتنا، يعني هو انعكاس النجاح، هو اللي يبني النجاح، هو جزء من النجاح، هو في النهاية المفروض انه يكون الفشل والنجاح في التجربة، كل واحد كل قصة واحدة. وعلى فكرة كثير من الأشخاص اللي هم أسياد القمم، أسياد القيعان، هم يعرفون هذا الشيء، لذلك هم طوال الوقت يخوضون المجازفات ويروحون للقيعان، ويخوضون المجازفات ويروحون للقمم، كل اثنين مع بعض، كل اثنين مع بعض. أبغى أقول لك شيء مهم، مرات تكونين نشأتي في بيئة، عندك يمكن أم وأب أو مدرسة أو مثلا أخ أو أخت أو خال أو عم قللوا من قيمتك كثير. طيب حبيبتي رثانة، I love you too، قللوا من قيمتك كثير. مرات تكون نشأت في بيئة قللت من قيمتك كثير، وتكبر وتعتقد انه هذا هو التقييم الحقيقي، بينما هو نهائيا ما هو التقييم الحقيقي ابدا اطلاقا. ذاك في فرق لما انت تقيم نفسك وتشوف للفشل وتفهم انه فشل، تعترف بالفشل، اتس اوكي. لكن اما انك انت ناقل معلومات غاشها من الطفولة من مجموعة اشخاص عندهم قلة وعي وقيموك بطريقة رديئة، انت حملت نفس التقييم وقاعد تعيد نفس القصة، هنا مشكلة، هنا عندنا هذا التقييم يحتاج إلى تنظيف. لذلك مهم أني أنا أتحرر من تقييمات الآخرين لي، لأنهم ليس لهم الحق في تقييمي، ليس له ولا المفروض أني أخذ تقييمهم لي أبدا أبدا، ما المفروض أنك تأخذين تقييمهم. فراجع الطفولة، شوفي مين اللي مقيمك غلط، ماذا لو كان التقييم إيجابي. المشكلة أنه مرات يضر حتى التقييم الإيجابي، إذا عندك أم وأب طول الوقت صفقون لك ويطبلون لك، أيوة ممتاز رائع برافو يا سلامي، زي الحين الأطفال، بعض الأطفال عندهم أمهات وآباء على أساس أنهم يعني يبغون عيالهم يثقون بأنفسهم، طول الوقت يطبلون لهم يا سلام عليك أنت أروع واحد، أنت أحسن واحد، أنت يا سلام، يجي مسوي شخطة كذا بالقلم من المسجد يقول الله وش يعني، الله أنت رائع، أنت روعة، انت ممتاز، انت يا عمي انت رسام البلد، انت يا روح يا شيخ، ما في احسن منك، يسوون له حفله ويقطعون له كيكه وانت، وما في زيك وما في اخطر منك. هذا يروح للواقع ينصدم، هذا يكون عنده جنون العظمه، هذول اللي يكون عندهم جنون العظمه، عندهم احد يطبل لهم على الفاضي، وهو فاضي خالي، ما عنده ادوات، ما عنده مهارات، ما هو مكروب، عرفتوا، ما عنده شيء يعني، فاضي فاضي، فقاعه بالونه فاضي هوا، لكن هم يطبلون له ويصفقون له فطار في الجو. فالتقييم الإيجابي طوال الوقت مو فكرة جيدة، فكرة غير جيدة. لافيير حبيبتي I love you. طيب نية الشهر النجاح، عندي فضول اوكي أعرف كيف هي حياتك، كيف ترين الحياة، هل ما زال عندك أسئلة بدون أجوبة حبيبتي إيمان؟ طيب كارما الأجداد، النرجسي، عالم الثراء، طيب إحنا في النجاح يا جماعة، إحنا في النجاح، لسه ما نزلت الخلفية، عارفة أنه أنت ما لقيت خلفية الجوال، لسه ما نزلتها. في حكمة، نجم يقول في حكمة تقول انه ما في نجاح اصلي بهذا العصر، وانه كل النجاح مسروقة او ملهمة من ناس ثانية. ابغى اقول لك انه لا جديدة تحت الشمس، لا اليوم ولا امس ولا قبل امس ولا قبل قرن ولا قبل قرنين، وعلم ادم الاسماء كلها، كل الموضوع بهالطريقة، كل الموضوع لا تعجن وكذا
يعني بس صعب تقول يعني الموضوع مسروق وما أدري إيش. يعني في مبدعين لما يجون يجيبون شيء ويحطون شيء على أرض الواقع ويطبخون طبخة يعني تقول عنها نجح، حتى لو كانت يعني ما أقدر أقول مسروقة، بس أقول يعني استلهموها من مكان أو من زمان آخر. والناجح اللي يعرف يتصل، اللي يعرف يتصل، وتكلمنا عن هذا الموضوع في شفرة كاليوبي، اللي يعرف يتصل يعرف إنه المعلومات كلها موجودة في مكان ما. أنت توصل هذا المكان وخلاص تقدر يعني، ما أدري ليش أنت سميتها مسروقة، يعني تقدر يعني ما في شيء جديد، كل المعلومات موجودة في مكان والعالم تأخذ من هذه المعلومات.